الله يا مروة، يعني دخلتينا بصوتك ده لزمن غير الزمن، يعني خليتينا كده نعيش ونسرح في أزمنة مش عايشينها. مروة ناجي الصوت اللي بيتقال عليه انه بيدخلنا زمن غير الزمن، بيحسسنا كده بحنين للماضي، صوتها كده فيه عبق جميل زي ما فيه الحداثة، وفيه كده انه الشباب بيحبوا يسمعوها، بس حتى الكبار بيحبوا يسمعوها لانها بتفكرنا كلنا بمرحلة بصوتها وبتدخلنا فيها كده بحنية شديدة.